السلام عليكم. عندنا واحد الديكور نخدموه هنايا في الصالون هذا، كيما خدمنا كيسو هذاك المزخرف. الديكور هذاك شنو نقدر نعاونكم بشويه؟ كيما راكم تشوفوا هنايا عندنا بلاكي هذه فيها 3 مترات من الطرف هذا للطرف هذا، كاين 40 سنتيم. هنايا تجي فيلور واقفه، من لهنا عندنا 10، من لهنا عندنا 10. هيا كي البلاكة هاني رسمتها، ورسمتها بيدي ما رسمتهاش بالجباري، والرسم باليد يطول شوية، يطول بزاف، تبقى ترسم تفاصيل ما خرجتش مليح، تعاود منها على بالي بلي فيديو جا طويل ويكون ممل بزاف. صافي حبيت كشما نعاونكم بشوية هكذا، كشما تدو فكرة من عندي. هذا معك الرسم، كي تكون ترسم كريون من حد من قدامك، ما ترسمش بالفات وما ترسمش بالستيلو، الستيلو والفات ما يتفاصلوش، الكريو يتفاصل، ولا ترسم بالجباري كيما حبيت. عندنا بلاكي هذه فيها 3 مترات، يعني لهنا انا نقراسيها متر ونص. انا رسمت من هنا للطرف المنهي، من بعد هذه نقسمها هاني راسم نص، من بعد نقسمها على زوج وندير وحده فوق وحده ونقطع، معناها الجهه اللي على اليمين مع اللي على اليسار يجو كيف كيف، وما نديرش زوج، ندير زوج ونزيد زوج تحتهم صافي، ولا الطول هذا مع الطول اللي منه يولو كيف كيف. هنا كيف كيف الديكور وين يدور نرسمه كيف كيف، هاوريكم هنا مرسوم. عندنا العرض تاعها يجي 20 متر، راني راسمو العرض تاعها. دوكا رانا وصلنا لتقطع الكوكا هذه اللي رسمناها، شفتوني كيما رسمتها باش نزيد نوضح. فانا في الرسم نمثل لكم الكوكا هذه 3 مترات، 3 مترات من لهنا 40 سنتيم، هذه 40 سنتيم، جوج كوكات هكذا. انا رسمتها هكذا من النص، رسمت من لهنا الرسم تاعي هكذا، وقسمتها على زوج هكذا. هذه كوبا غير باش نوضح لكم برك هكذا، قسمها هنايا ما قطعتهاش بالكيتو، قسمتها هكذا، ها هي الرسمة تاعي صافي. نقطعها هنايا، كي نقطعها هنايا عندك رسمة واحدة هكذا، قطعت خطرة بتعاود ترجعها، هاي مقطعة من نومن، وعندك تقطيعة وحدة ورسمة وحدة، معناتها دقة في العمل، تجيك خدمة كيف كيف وتربح الوقت، ما تضرش ترسم وما تضرش تقطع كل كوبا وحدها. أنا هنا نسحق 4 كوبات هاك. هكذا ونقطعها، نقطع 4 حبات، هيا هامك هنا 4 حبات كما راني نقطع. ليرام هذا كان اللي طويل يقطع لك حتى 6 حبات، هذا نقدر نبقى نزيد ندير 2 متر يقطع، كان اللي طويل هذا ما يصلحش، هذا نخدمو به الحطب باش ما تقطعش حطب، هذا تاع الحديد يصلح، ولكن هذا يقطع لك 2 حبات ما يزيدش صغير. هذا تقدر ديفاني به بصح ما يصلحش، ماشي عريض، كي تكون تقطع يهرب لك، ومن الأحسن يكون عريض. هنا راكم شوفوا الفرق، من الأحسن يكون عريض، من هنا يكون عريض 1 سنتيم ولا، هذا راه فيه غير 2 مليمتر، هذا ما يسمحش. هذا نخدمو به في الحطب كيف كيف نستحقو في الحطب، هذا وهذا هما اللي يصلحو للبلاط. في الفيديوهات السابقين كاين فيديو اكيت على الرسم بزاف، جبت لكم العفسة هذيك تاع كابارين وريت لكم كيفاش ترسمو، وفيديو ثاني اكيت لكم على البلاط، والفيديو هذا اكيت لكم على سيسوتوس كيفاش تقطع. دوكا هاني بديت لكم بلي لام اللي نقطعو بيهم، ومن بعد نبدا لكم في التقطع. هذه هنايا ديروها في الزيرو، هاني نسيها لكم خير، نديروها في الطروة وشوفوا التقطع نتاعك كيفاش يجي.
خرجت شو اسمه هناك طلع الكابل فرجعها بالزيرو شوفوا شو شي صوت ما تشداش منه تشدها منه باش تدور هكذا تحكم فيها كيما تبغي هنايا كما راكم تشوفون هوليك الخط تقريبا على الطرف كاين واحد السنتيم موراه لازم كي ترسم لازم الحبه كي تقطعها تزيد لها سنتيم ولا هذيك هي لي شوت اللي ترسمهم تزيد لها سنتيم شوفوا الخط راه بعيد سنتيم لو كان يعقب غير على الطرف تجي مفرمه لازم تزيد لها واحد شويه سنتيم ماشي حاجه ما دا معرض هنا الجهه اللي تكون داخله تقدر دوكا تخرج سي صوتوز وزيد تعاود تولي من برا وتقطع والشوت هذاك راكم تشوفوا هنا بيد راني شاد سي صوتوز وبيد اللي من هنا راني شاد لي كوب هذوك باش ما يتكسروش صافي حتى نقطع نكمل ونحيهم يعني كي يبقى لك واحد شويه يطيحوا يتكسروا وتفرم لك في البلاصه اللي في الطرف اللي مازال ما قطعش تخاف تتفرم بس هاي شدها بيدك وقطع الجهه هذه الجهه تاع الطرف تاع الطرف تاع الحبه هاي دائما الجهه بتاع حاطه بجوج مليمات ولا ان مليمات هذيك ما ترسمش فيها مثلا كيما هنا وتحبس لي في الرسمه هنا هنا تراسي من لهنا 5 سنتيم نحو الجهه الهبطه وترسم على الداخل هذه ما ترسمهاش صايب بلاصه تدخل بلاصه تخرج وتجي هي شويه ضعيفه هي تتكسر وتجي حتى وما تكسرش معناتها من بلاصة رقيقة بلاصة خشينة تتشمت لك الخدمة من الأحسن نرسم في نص الحبة كي تقسم الحبة على زوج ترسم على الجهة تاع الداخل وجهة الهبطة من هنا هيا كيما راكم تشوفو راني قطعت زوج حبات نتاوع على العرض عندي حبة على اليمين وحبة على اليسار اللي ما يعرفش يقطع بسي صوتو يتعلم يطراسي هكذا خطوط منحنية هكذا ويتعلم يروح معاها يوالف ولي يعرف يمشي مع الخط سي صوتو سبيسيال يجي فيها واحد السيبور كيما راه يخرج الغبار باش ما يجيكش الغبار لهنا بصح انا السيبور هذاك يجيني ني كي تلام الغبار تولي ما تبانش يولي ما يبانلكش الخط على هذيك اللي نحيته تحب تنحيه تحب خليه شوفوا هنايا راني شادها بيدي باش ما طيحش وبعد كمل دور البرا ونحيها لانه هي تتكسر تكسر هنايا تقدر كي توصل وين يخلص الخط تقدر تعاود تولي منها كيما راه يدي شويه لهنا تبدا تقطع من ثم وتدخل وتقدر الدور انا دوك نوريكم كيفاش الدور يعني كي تكون تقطع في نص الحبه كيفاش الدور شوف كيفاش يعني شدها باش نفرينيها باش ما تفوتكش كي تزير عليها هكذا تفرينيها ما تفوتكش شوفوا كيفاش راني نعرض البلاصه هذيك وانا ندور كي تعاود تولي مشاريع كي تولي للخلف لازم الله ما يغسلكش في الجهه اللي تستحقها تزيروا للجهه اللي ما تستحقهاش نتايا تعرض في الجهه اللي ما تستحقهاش ومن بعد كي تولي تقدر الدور الدور وراك جيد قطع شو كتب ما تزربكش تفرينيها تحط يدك عليها ثم وبالك تقيس صبعتك في الله هذو المقاييس اللي راني نعطيهم لكم ونقول لك ترسم من 3 سنتيم تخلي 3 سنتيم وتخلي هذيك وتخلي هذه على حسب السمك شحال تخرج شحال ما تخرج وين تحط اللاد لي ديكور هذو راهم بدراسه الدراسه ما درتهاش انايا دارها الشيخ حمزه هو اللي دارها وعلمها لنا مجانا يعني يعطيه الصحه بارك الله فيه ونشكره ونحييه بزاف بزاف ونحيي كل واحد اللي عنده فكره وينشرها يعاون بها الناس مي كاين الناس
يجيك يبدا يحط لك واحد لي كومونتير، ناك له نذكروا لي كومونتير هذو اللي يحطوهم، اللي يحب يهبط لك المورال يبدا يقول لك الخدمه ماشي هكذا ماشي هكذا. ومن بعد كي تدخل البروفيل تاعو تلقاه خادم كي سوكاري كي عقله ومين فاهمش فينيه ومعوج لك، ويزيد يقول لك انا تعلمت من عند خبير والخبراء قالوا وكنوف قالت. الا انت تعلمت من عند خبير تاع ورقه وستيلو، انا تعلمت من عند خبير في الميدان، يعني ما رانيش نتكبر ولا نفتخر ولا، انا تعلمت من عند خبير في الميدان. فرق بين خبير يعلمك في الميدان وخبير تاع ورقه وستيلو. خبير تاع ورقه وستيلو يصلح الورقه وستيلو، ماشي كيما خبير اللي يعلمك في الميدان. وزيد الخدمة تاعهم اللي راني نشوفها ويقول لك انا علمها لي خبير، انا هذا ما نظنش علمه خبير. ولا علمك خبير هذا الخبير اللي علمك طالع بالكوبياج والرشوة، يعني ما راش طالع بالقراية ولا بالخدمة. ويقول لك كنوف، كنوف صح خدمت لنا السلعة ورانا نخدموا بها، لي كيسو هذو مزخرفين وكيفاش تقطعهم وكيفاش تراسيهم، عطاتهم لنا كنوف ما عطاتهم لناش، معناتها لازم نزيدوا شوية ابداع من عندنا باش تخرج الخدمة اللي تعجب. هنا كيما راكم تشوفوا نشدها باش ما تطيحش، يعني لو كان تطيح تتفرم من جهه تاع الطرف، تكون مازال ما قطعتش وهي تطيح تتفرم. وكي تكون تقطع ما تحطش في الارض، يعني دير بلاصه عاليه شويه تساعدك خير، بلاصه تكون عاليه حوالي متر 50 سنتيم وطلع لفوق معليش. انا هنا راني نقطع فوق الصافوطاج وين نختم وين نقطع. شوفوا هنايا كيما راني نقطع كاين 4 حبات، دوك نقرب لكم الكاميرا باش تشوفوا كيفاش ندور. تخرج للجهة اللي ما تستحقهاش وتعرض. شوفوا كي تعاود تولي للور كي ترجع للخلف لازم ما تقص الجهة اللي تستحقها. الظهر تاع الميش، الظهر تاع الموس هذاك ما يقصلكش في الحبة اللي تستحقها، تزير لهنا للجهة اللي ما تستحقهاش. هذه هي شو تفضل تخسر هذه وما تخسرش اللي تخدم بها. ومن بعد الدور من بعد تروح مع الخط. هنا كيف كيف جبت لكم مقطع نتاع الكوبا هذيك اللي وين الدور، يعني دققوا مليح في البلايص هذو هما اللي حرصوا عليهم. اللونغ هذاك وين يخلص، هذيك هي اللي حرص عليها باش ما تتفرملكش، لانه اذا تفرمت لك بلاصه هايك بلاصه هذيك هي المنظر وهي اللي صعيبه باش تريك ليها. هكذا بهذا المقطع نظل راهي وصلت الفكره. وكما قلنا الناس اللي علمونا ربي يعطيهم الصحه، ربي يحفظهم، ربي يخليهم ان شاء الله صدقه جاريه عليهم. راني يعني نعلمكم يعني بما استطعت بعض الافكار نقدر نوصلها لكم ونزيد نوصي اصحاب التعليقات السلبيه. تقنعني بالدليل ماشي تقنعني بكومنتار تعليق، كل الناس تعرف تعلق، اعطيني الدليل اعطيني شوف واش راك تخدم تما نقنع بيك، ماشي تقنعني بكومنتار باش تبان بيه. المهم برايك دائما تفيسيهم، فيسيهم بلي فيس يكونوا هكذا، ما ديرش فيس واحد هكذا، فيس واحد هكذا الفيبراسيون تتزول ماشي وحده، دير زوج هكذا ودير زوج هكذا. انا راني داير فيس تاع 6 تحط لي 4 حبات، جوج حبات كيما اللي اسمهم هذا، ما ديرش فيس واحد هكا، دير زوج يكونوا مايلين بعضهم، زوج مايلين بعضهم، ولي فيس فيس بلاصه اللي تستحقها، ماشي اللي ما تستحقهاش، اللي تستحقها باش تبقى ما تتفرجش، بس كاينه فيسيت هنايا اللي ما تستحقهاش، كي تقطع طيح ولو سي كوسي. اللي ما يعرفش يقطع، اللي ما يعرفش يروح مع الخط هكذا مساوي، يتعلم شويه في شوت ولا اخر من بعد يولي يقطع، ومن بعد كي يولي يعرف يقطع، يجيك شويه لي روتوش هنايا، لي روتوش هنايا. هذا ما يصلحليش باش تسكر، لا هذا لا المدور، كاين كيما هذا المدور هكذا،
وكاين اللي كبير هذا ما يكون ما يصفوش. روح شري هذا الديسك تاع بابي بان هذا يركب فلام اي كان كاري عنده كيما هذا كاين تاع الحطب وكاين تاع الرخام. انت شي تاع الرخام اللي لقيت خير هذا تاع الحطب بصح كاين تاع الرخام خير منه هذاك لانه هذا يتعوج لك هكذا يتعوج لك هكذا مغرس كيما تبغي لنفترضوا هذه راهي مروجه هي راهي مسلسه ها انا نحيد هكا هذا زياده هكذا صح معليش انا ثوق ما نعرفش نقطع نوري لك على حسب كي نوري لك على حسب ما تعرفش تقطع ماشي تعرف تروجوا هكذا مغرس معاها هو يخدم لك الرسم هنايا تعودوا ها مع الرسم عندك هنا ما تجبدش الا هنا تطيرها تجبد لي اللي تكون صافي عندك على حساب التقطع الا تعرف تقطع مليح ما تبونسيش انا ما نبونسيش هذه نقلي نبغي شويه هذا الكلام الا ما تعرفش عندك البونساج على حساب التقطع الا ما تعرفش تقطع كاع شري كيما هذا الوزوج شري الرقيقة وشري الخشينة النيميرو ولا ما راني عارف واش من النيميرو ما على باليش بصح المهم شري الرقيقة وشري الخشينة هيا كيما كملنا الرسم ومن بعد تطرقنا للتقطيع كنا نقطعو كملنا التقطاع ونحينا ليفيس وعاودنا حطينا انا حطيتها لكم انا راني عارف كيفاش جاي كيفاش عندي كيف في السماء يعني غير باش تشوفوا باش ترفدوا فكرة هاياك هاو الكيسون نتاعنا هذا كيسون مرسوم كيسون مزخرف يجي في وسط البلاط كيما راه في الارض كيما يتمطى في السماء هنا كيما بديت في الاول تقولوا ان المقطع تاع الفيديو في الاول كيما بديت الرسم كان يكون ترسم تو كنت نوضح لك نشوفوا تعملوا مزيان كانت هذيك كانت خطه طويله رسمت فيها وقطعتها عندك من اللهنة كيما من اللهنة هذه مع هذه كيف كيف بالمليمتر وتربح الوقت تربح الوقت في غدوة تقطع انت هنا عندك هذو كله تقطعهم كل وحدة وحدة تقطعهم هكذا تلمهم تقطعهم خطرة وحدة تجيو خير هذه هي الرسمة نتاعنا منذ طريقة تاع التركيب راهي سهلة أي بلاكيست يعرف يركبها إلا راهي تجيكم صعيبة ما عندكمش نظرة كيفاش تركبوها ولا خصكم معلومات حطوا لي في التعليقات ندير لكم فيديو عن طريقة التركيب ربي يعاونكم السلام عليكم